الحقيقة في الحشد الرائع دوت من الصحفيين والمسؤولين بخصوص برنامج الغارمين. احنا بنحضر للمبادرة اللي بنعملها كل سنة في بداية العشر الأوائل من ذو الحجة، والسنة دي يمكن هتبقى مختلفة شوية، لأن الحقيقة نظراً لكل الأوضاع اللي احنا كلنا عارفينها والكورونا والفترة اللي فاتت دي كلها، وللدراسة اللي عملها البنك المركزي واللي احنا موزعينها عليكم، ان في اكتر من 50% من الأسر الحقيقة لجأوا الى الإقراض، وده لانه بيعانوا من عدة مشاكل، ويمكن الأسر اللي لجأت للإقراض دي هو الموضوع الأساسي للغارمين ولبرنامج الغارمين في مؤسسة مصر الخير. عشان كده السنة دي احنا اخترنا حوالي 5000 أسرة لـ1000 غارم نشتغل عليهم من دلوقتي علشان نحل مشاكلهم الديون وكل المشاكل اللي ترتبط عليها الحقيقة الفلوس اللي اضطروا انه يمضوا عليها ويدخلوا فيها السجن، وده دور مؤسسة مصر الخير. كمان مع الـ5000 أسرة والـ1000 غارم اللي بنخرجهم من السجون لأسرهم، شغالين على الجزء الاقتصادي والتوجيه اللي كان الحقيقة مهتم به مؤسسة الرئاسة، بأن احنا لازم نعمل لهم مشاريع ونحل لهم مشكلة الدخل اليومي أو الدخل الشهري أو الأسبوعي، بأن نبقى معاهم في عمل مشاريع مستمرة وتدر عليهم عائد وتدر عليهم دخل ما يخليهمش يضطروا إلى الإقراض من الغير أو إلى الإمضاء على شيكات أو إيصالات أمانة باحتياجاتهم اليومية والاحتياجات اللي ابتدت بالتبرع الخاص الأول بمعالي الرئيس وانتهت بالمبادرة الرئيس اللي الحقيقة اللي هو مصر بلا غارمين. وطبعا انت حضراتكم معنا كل المبادرات وكل اهتمام مؤسسة الرئاسة بالغارمين حتى اليوم، يعني ان ازاي كانوا معانا في الـ6 سنين دول وازاي كانوا بيدفعونا دفع للقضاء على المشكلة دي بشكل الحقيقة جذري وبشكل فيه حلول نهائية للغارمين. وطبعا الحل لحل مشكلة الغارمين احنا كلنا عارفينه ودايما مصر الخير بتتكلم فيه، وكل المؤسسات والوزارات والجهات اللي اشتغلت معانا فيه، هو ألا وهو العمل، ان الناس دي نوفر لهم فرصة عمل او مشروع او يدخلوا في المشاريع الكبيرة اللي مصر الخير عاملاها المجمعة، زي مشاريع المصانع السجاد الأربعة والكليم اللي موجود في أطفيح في محافظة الجيزة، والسجاد طبعا في برج العرب في اسكندرية، والمصانع اليدوية الخاصة بالمفروشات والكوفرتات والحاجات القطنيات اللي الحمد لله اتعرفت بيها انتاج مصانع مصر الخير، ومعانا كمان الكوثر الحقيقة بيشتغلوا معانا، وورش كتيرة جدا في نجادة وفي إنا وفي سوهاج وبينتجوا وبيحلوا مشاكل كتير جدا لأسر كتير. يعني ده بصورة كده عاجلة يعني سريعة بالنسبة للموقف الحالي للغارمين. وطبعا أنا تحت أمركم في أي سؤال تسألوه أنا معاكم، وعايز أقول لكم إن الغارمين وصلوا لأكثر من 76,000 غارم وغارمة، وفي الفترة اللي فاتت احنا اشتغلنا على الغارمين، وبرضو عاوز أقول إن الغارمين مهم جدا إن احنا نخرجهم من السجون في هذه الفترة عشان نرجعهم لأسرهم أو لأولادهم لأطفالهم، وإذا كان في سيدات كبيرة الأم والجدة، ومرحلة الكورونا دي مهم جدا إن الست اللي هي عائلة الأسرة، احنا عندنا أكتر من 30% سيدات هم غارمات
عائلات لأسرهن يعني، فدول مهم جدا يبقوا متواجدين مع أولادهم وأسرهم للحفاظ عليهم. انتوا عارفين طبعا إن القعاد في البيت محتاج إن فيه يبقى فيه أم بتدير البيت ده، أم مسؤولة عن الولاد دول ما يخرجوش.